السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في التولد عند النباتات. كيف يتم انتقال صفات الآباء إلى الذرية؟ بحال في الإنسان كينتقل الصفات ديال الآباء للذرية عن طريق الجينات الوراثية. الجينات الوراثية كتسمى الجينات، الجينات الوراثية من الأب إلى الوالد الصغير، أو من الأم إلى الطفل الصغير، الوالد الصغير اللي كيكون في البطن ديال الأم ديالو، يعني كتسمى الجينات الوراثية. ولكن في النباتات هي عندهم واحد الحالات أخرين. الهدف التعلمي أكتشف كيف تنتقل نفس صفات نبات إلى ذريته. مثلا نقولوا شجرة ديال الكرموس، ها هي، ولا خدينا شي طرف منها صغير وزرعناه، واش يقدر يعطينا ليمونة؟ يقدر يعطينا تفاحة؟ لا، غادي يعطينا نفسه، يعطينا هذاك التمره النيت ديال كرموس. هذه الكرموس، الكرموس. شدينا مثلا طرف صغير ديال تين، ديال مولا. لا ديال الحامض، شجره ديال الحامض، ديال الليمون، الحامض، ليمون. هذه قطعناها، واش تعطينا برتقاله؟ هي عطينا الحامضه، ما يمكنش تعطينا شي حاجه اخرى. اذا هذه الطريقه كما قلنا، اذا كتسمى ابتسال. فسيله، فسيله هي كتشجره كتقطع الطرف صغير من الفوق ديالها وكتزرعو، كتحفر ليه وكتزرعو، فهمت؟ ولكن قبل ما تزرعو شنو خصك ديرلو؟ خصك ديرلو واحد الطريقة، أنك تشدو في قرعة ديال الماء وتخشيه وتخلي تينوضو له الجذور ديالو، جذور جذور، عاد تمشي تزرعو في التراب هذيك الساعة. إذا يرغب مزارع في الحصول على عدة أشجار من التين لها نفس صفات شجرة تين في بستان مجاور. عاد واحد البستان المجاور فيه التين تتميز ثماره، هذه هي شجرته، بلونها القرمزي وحجمها الكبير ومذاقها الحلوي. لقى بأن الشجرة فيها لون قرمزي، هذا زوين، لون زوين، المذاق ديالها حلو، والثمر ديالها زوين وكبيرة والحجم ديالها كبير، وبغى يزرع بحالها هوايا. إذا كيفاش غيدير الطريقة؟ إذا نقولوا كيف يمكن الحصول على نباتات بنفس صفات النبتة الأم؟ كيف يكون الحصول على نباتات بصفات نفس الصفات العدد ديال النبتة ديال الأم؟ إذا الجواب نقوله عن طريق غرس نبات من نفس الشجرة. غنغرس واحد الطرف، جزء من النباتات من نفس الشجرة بحال هكا. إذا غنشدو هاد الطرف صغيور ديال الشجرة، هذاك الفوقاني، نقطعوه، هذا اللي فيه كيكون حضر الاوراق، قطعوه وديروه في قرعه ونخليوه يدير الجذور، من بعد نحفروا له في التراب ونخشيوه، وديك الساعه غادي ينوض لينا بحالو، يعطينا نفس الشكل ونفس المذاق ونفس اللون ديال هاد التين هذا. اذا استشير خبيرا زراعيا لتعرفوا كيف الحصول على بتقنيه الافتسال. الافتسال اللي قلت لك الفسيله هي نقطعوا طرف صغير من الشجره على نباتات، هذه الافتسال، عقلوا عليها، فسيله ما تبقاش تدخوا فيها، فسيل افتسال. افتسال هي تقطع طرف صغير من الشجره، من الشجره، على نبات جديده بصفات تشبه النبات الام، وجزء المناولات المبينه في الوثيقه. لنا اقطع اجزاء من صقال نباتيه، غرنوق او ورد. هالغرنوق حبق زعما، مثلا هذا الحبق هذا عندنا، هو نايض لينا، شدوا المقص ونقطعوا طريفات منه. هو قطعنا الطرف الاول، الثاني، الثالث، واحد، جوج، ثلاثة. تحتوي على براعم، يسمى كل جزء فسيلة. اضع الفسائل في الماء حتى تنمو الجذور، اغرس كل فسيلة في تربة اصيص واسقيها. كما قلنا النبات الامية قطعنا طريفات منها، تحتوي على البراعم. البراعم هما هادو، كنخشيو هنايا، كنديرو لها الماء، بعد ذلك أضع الفسائل في الماء حتى تنمو الجذور، هاهي كتنمو الجذور، ثم أغرس كل فسيلة في تربة ديال الأصيص وأسقيها، ألاحظ وأملأ الفراغ بماء يناسب
النباتات المحصل عليها لها شنو؟ لها بنفس أزهار النبات، لها لون بنفس أزهار، لها أزهار. شوفي هذه اللي مات لينا كيفاش كدايره بحال اللون ديال الأزهار ديال الحبق الأولاني، دل لها أز ديال أزهار، لها أزهار بنفس شكل الشكل واللون، نفس الشكل نقول هنا، نقول نفس شكل أزهار النبات الأم، نفس الشكل ديال نبات الأم. إذن النباتات المحصل عليها لها أزهار، كل بحال بحالهم كلهم ثلاثة، لها أزهار بنفس شكل أزهار النبات الأم. استنتج، بفضل هذه العملية ديالاش الإي اللي قلت لك شنو هي لينا؟ عملية الإف، العملية شنو سميتها هذه العملية؟ الفسيلة إف، افتسال. استنتجوا بفضل الإف تي سالي، هي العملية ديال أننا كنقصوا طرف منه، هذه كتسمى عملية افتسال. بفضل الافتسال تكاثر النبات و شنو؟ وح على نفسه، وح وحصل وحصل نا وحصل وحصلنا وحصلنا على نفسي، على نفسي هاش النباتي، على نفسي صفاتي، صفاتي النباتي الأم، إذا قلنا بفضل الافتسال تكاثر النباتات، إذا قصيناها وقصيناه افتسال تسمى الافتسال، ودرناه اللي فيه البرعم، هذا البرعم، ودرناه في الماء حتى الماء الجذور، من بعد من الماء الجذور درناه في تربه فيها اصيص، وفي التربه ديال الاصيص وكنسقيوها. اذا نقولوا بفضل الافتسال تكاثر النبات وحصلنا على نفس صفات، بحال هذا النبات الام. اذا شنو نقولوا؟ اتمموا الجمله بما يناسب لحل مشكله المزاله. المشاريع اللي يطلب منا دابا ديال التين، بغى يصايب هذاك الشجره ديال التين، يكونوا بحال هذاك التين اللي في الجوار ديالو هو. اذا نقولوا المزارع شنو نقولوا؟ يق افتسال، يعني افتسال، يق يقطف، يقطع، يقطع، ها المقص، يق يقطع المزارع شنو نقولوا؟ يقطع أجزاء نباتية، أجزاء نباتية، أجزاء نباتية مناش؟ نجيب لها الشجرة هذه ديال من شجرة التين، من شجرة التين، ويضعها فين؟ يضعها في الأول في ال شي قنينة فيها شنو فيها؟ ال في في قنينة، ماء مثلا، في قنينة ماء، قنينة بحال هذه، قنينة فيها الماء، قنينة ماء أو في ماء نيشان، قنينة فيها الماء، يعني عنده يعني خصو يضع في آخر المطاف في البلاصة اللي فيها الماء، في قنينة ماء أو في ماء حتى تنمو الجذور، يغرس الفسائل، هاهي اللي كنت كتسمي الفسيلة، في التربة ليحصل فيها فيما بعد على أشجار تين بنفسي، شنو غتكون بنفسي؟ بنفسي نفس اللون وكبيرة الحجم، اللون والحجم والمذاق. إذا شنو هادو؟ صفات تيني بنفسي صفاتي، عقلي اليوم علينا، صفاتي شجرتي التين الشجرة الأم، أملأ الفراغات بما يناسب نفس خاصة افتسال النباتات، يتميز كل نوع من بصفات به، يتميز كل نوع من شنو هي صحيحة؟
من بصفات به يتميز كل نوع من خاصة يتميز كل نوع من خاصة يتميز كل نباتات يتميز كل نوع من النباتات بصفات به صفات كي دايره صفات خاصة خاصة خا ماشي ديال الحامض يعطينا الشكل ديال الليمون او لا ديال الليمون يعطينا ديال الشكل ديال التين او لا التين يعطينا الشكل ديال التفاح لا خاصة خاصة به يعطي النبات دون زرع بذور يعطي افتساح هي دي افتساح نقطعوا طرف من الشجرة افتسال النبات دون زرع بذوره بلا زرع البذور نباتات لها نفس صفات النبات الأمي دي زيليف او كوبي واحد تلاميذ قطعوا او قصوا اي بلونتي داروا افتسال اي بلونتي وزرعوا موغسو واحد الطرف دو تيج من الساق ديال غوزي ديال واحد الزهره اي او سويفي لي زيتاب وتابعوا المراحل دو 1 ا 4 1 2 3 4 قطعوها كوبي بلون وخلاوها تدير الجذور ديالها داروها في الماء من بعد داروا بلونتيها يعني زرعوها نزرعوها تبعوا المراحل في الاخر في المرحله الرابعه شنو عطاتنا عطاتنا ان روز كوم لا روز ماغ الام لا روز ماغ بحالها الشكل لي ميم لو ميم كولور نفس الشكل اذا نقولوا ابري دو موان جوج بعد شهرين ال اوبتيا لبست ليهم دو غوز عطاتهم واحد الزهرين كي غاسومبل يعني تشبه او بحال غوسومبل اسيل دي غوزي بحال الغوزي الاولانيه اللي كانت عندهم جونتور لا بون ريبون سيت تكنيك سابيل هذه التقنيه شنو كتسمى ان بورجيونمون واش البرعمه تسمى البرعمه يعني البرعم شتينا بحال البطاطا وخدينا الطايف الصغيور وزرعنا كذا واش هذا تسمى البرعمه البرعومه او البرعمه ان بوتيراج ان بوتيراج كتسمى الافتسال قطعنا طرف هو طرف طويل ساق بحال الساق كتسمى صفه كاركتير لي ميم كاركتير صفات بوتيراج افتسال بوتور فاسيله اذا بوتيراج الافتسال كتسمى هذه ماشي البورجيونمون بورجيونون لا بورجيونمون لا هذه بورجيونون كتخص بطاطيس وكذا الى هنا ينتهي الفيديو دونك في رعايه الله.